لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلمين عامة وعلى أولي الأمر خاصة وهم العلماء والأمراء أن يصبروا وأن يصابروا. وكان بطول دعائه وضراعته والتجائه إلى الله تعالى يعلمنا أن هذا الدعاء وذاك التضرع من لوازم العبودية لله عز وجل. وهل من دعاء أكثر دلالة على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء الذي دعاه في الطائف؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.